ان الاظاهره ينتشروا، لابد ان الاظاهره يكتبوا بلغه الناس، يتكلمون بلغه الناس، لابد ان يتكلموا بلغه الناس. ليه حضرتك؟ شوف في مثال صغير كده كان سيدنا الشيخ علي صالح بيقول لي عليه. سيدنا الشيخ علي صالح هو من كبار علماء اللغه العربيه بالجامع الازهر الشريف، درس على ايد الشيخ عبد رب سليمان. فيقول لك في الستينات الشيخ عبد رب سليمان جلس في صحن الجامع الازهر يدرس كتاب الشفا بتعريف حقوق النبي المصطفى للقاضي عياض. فكان بيحضر الدرس عموم الناس، يعني الناس العوام اللي بره بتيجي تحضر الدرس، مش طلاب العلم بس. فواحد من الطلبة كان بيبيع طماطم قدام الجامع الأزهر، يجي معادي الدرس يروح قافل عربيته ويغطيها ويخش يحضر الدرس. فحضر الدرس في مرة وخرج، وخرج سيدنا الشيخ علي صالح قعد جنبيه. فسيدنا الشيخ علي بيقول جاءت امرأة لهذا الرجل تقول له زل لي رطلين من الطماطم، الرطل ده زي الكيلو كده يعني. وإياك أن تغش في الميزان. فقال الرجل على البديهة على الفور، كيف أغش في الميزان وأنا من تلاميذ الشيخ عبد رب سليمان؟ انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده انا متربي على ايد علماء الازهر. فالشاهد من القصه اثر علماء الازهر في نفوس الناس، كيف اثروا في نفوس الناس؟ صحيح. تزكيه المجتمع، ده هذه وظيفه من وظائف العالم الازهري، ان يقوم بتزكيه المجتمع، ان يقوم بتوعيه الناس، الوعي قبل السعي، ان يقوم باعداد الفرد، الانسان قبل البنيان، ان يقوم بتربية الإنسان على مكارم الأخلاق، الساجد قبل المساجد. فهذه الأمور وهذه المكونات حينما تفعل في المجتمع تتواجد، ننطلق إلى الأمام.